لا تملك البرازيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو 255 مليون نسمة ما تتباهى به أكثر من تفوقها التاريخي بكرة القدم، بعدما نجحت على مر السنين في تقديم نسخة ساحرة للعبة اخترعها الإنجليز وأبدع فيها البرازيليون. وبقدر ما نجح منتخب سيليساو في تقديم الفرحة العامرة للملايين من عشاقه عبر التاريخ، فقد أحزنهم في مناسبات عديدة، كان أبرزها خسارة نهائي كأس العالم عام 1950 في الماراكانا بحضور نحو 200 ألف مشجع من أنصاره، وكذلك في نصف نهائي مونديال 2014 حين تجرع أقصى هزيمة مونديالية له أمام نظيره الألماني. حكاية منتخب السامبا مع كأس العالم بدأت منذ النسخة الأولى في الأوروغواي عام 1930 دون أن تتوقف في أي من حلقات هذه السلسلة المونديالية، على الرغم من أنها لم تخض التصفيات أكثر من 12 مرة، إذ سمحت استضافتها للحدث مرتين وتتويجها باللقب 5 مرات ودعوتها للمشاركة في النسخ الأولى دون خوض تصفيات إلى عدم غياب شمسها عن النهائيات أبداً، علماً أن منتخب سيليساو لم يحتج يوماً إلى خوض ملحق بلاي أوف لاقتلاع تذكرته إلى النهائيات. على مستوى الألقاب فاز منتخب البرازيل باللقب 5 مرات وهو رقم قياسي، وكان لافتاً أن الألقاب 5 كانت جميعها بعيداً عن أرضها بعد أن فشلت في الفوز بالبطولة في المرتين اللتين استضافت فيهما الحدث العالمي. اللقب الأول في السويد عام 1958 كان على حساب البلد المضيف في مباراة قدمت للعالم الأسطورة الحية بيلي قبل أن تحتفظ باللقب عام 1962 في تشيلي على حساب منتخب تشيكوسلوفاكيا، لتكون البرازيل ثاني وآخر منتخب يتمكن من الاحتفاظ بلقبه المونديالي حتى يومنا هذا. ونجح منتخب البرازيل في أن يحتفظ بكأس جوريمي النسخة القديمة من كأس العالم بعد أن توج به للمرة الثالثة في مكسيكو سيتي عام 1970، وذلك بفضل جيل ذهبي لن يتكرر وعلى حساب منتخب إيطاليا. البحث عن النجمة الرابعة طال انتظاره ل24 عاماً ليتحقق في مونديال 1994 على حساب الأتزوري مجدداً، ولكن هذه المرة بركلات الترجيح قبل أن تصبح البرازيل أول منتخب يحرز اللقب 5 مرات في أول استضافة مشتركة للنهائيات عبر التاريخ عام 2002 بين كوريا الجنوبية واليابان. وبهذا التتويج تكون البرازيل المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب في 4 قارات مختلفة وصاحب أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ النهائيات ب79 مباراة وأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف ب229 هدفاً. ظهر منتخب البرازيل في طابق مختلف عن باقي المنتخبات اللاتينية في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذ استهل مشواره في التصفيات ب11 انتصاراً متتالياً ليتصدر لائحة الترتيب منذ الجولة الأولى التي شهدت فوزه على بوليفيا بخماسية نظيفة. منتخب السامبا أنهى التصفيات في المركز الأول للمرة الرابعة منذ اعتماد النظام الماراثوني الحالي عام 1998، ولم يتعرض منتخب البرازيل لأي هزيمة في التصفيات لأول مرة منذ تصفيات مونديال 1990، حيث كانت مجموعته تضم منتخبي تشيلي وفنزويلا فقط، الأمر الذي مكنه من استعادة التصنيف العالمي للمنتخبات والذي أصدره الفيفا في شهر آذار مارس الفائت وأعاده إلى قائمة أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم المقبلة.
علما أن منتخب راقصي السامبا كان آخر منتخب غير أوروبي يتوج باللقب، وذلك في العام 2002 قبل أن تبدأ هيمنة منتخبات القارة العجوز لأربع نسخ متتالية على البطولة. أدينور لياندرو باتشي الشهير بتيتي هو المدرب الحالي لمنتخب البرازيل. بدأ مهمته في حزيران يونيو من عام 2016 كبديل لمواطنه دونغا بعد النتائج السيئة التي حققها الأخير في بطولة كوبا أمريكا المئوية، بعد مسيرة تدريبية ناجحة في العديد من الأندية البرازيلية كان أبرزها الفوز مع كورينثيانز بلقب كوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية عام 2012. مباراته الأولى مع سيليساو كانت من خلال تصفيات مونديال روسيا 2018، وحينها فازت البرازيل بثلاثية نظيفة ليتابع بعدها بسبعة انتصارات متتالية، وليقود البرازيل إلى مونديال روسيا كأول منتخب عالمي يضمن تأهله إلى المونديال بعد البلد المضيف. لكن مسيرة البرازيل في كأس العالم الأخيرة توقفت عند حدود الدور ربع النهائي، لكنه تمكن في العام 2019 من قيادة البرازيل إلى لقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة واللقب الأول لها في البطولة القارية منذ 12 عاماً. يعرف تيتي بأنه لا يعتمد على لاعب بعينه ليكون قائداً للفريق، إذ تنقلت شارة القيادة في منتخب البرازيل على نحو غريب بين 18 لاعباً منذ توليه مهامه التدريبية. يمتد عقد تيتي مع الاتحاد البرازيلي حتى نهاية كأس العالم المقبلة 2022، علماً أنه قاد المنتخب الأول في 72 مباراة حتى الآن، فاز ب53 منها ولم يخسر إلا 5 فقط. وخلال هذه المباريات سجلت البرازيل 150 هدفاً فيما اهتزت شباكها في 25 مناسبة. في زمن باتت تعاني فيه بلاد الكناريا من شح في المواهب الهجومية، وهي التي كانت تصدر إلى أوروبا العشرات منها سنوياً، تعقد الجماهير البرازيلية الآمال على النجم نيمار من أجل إعادة البريق إلى منتخب السامبا بعد أن فشل في تحقيق لقب المونديال في النسخ الأربع الأخيرة، وتحديداً بعد اعتزال جيل مميز من اللاعبين وفي مقدمتهم رونالدو ورونالدينيو وريفالدو. بزغ نجم نيمار في العام 2010 عندما قاد سانتوس إلى لقب كأس البرازيل وتألق من خلال تسجيل العديد من الأهداف المميزة، ورغم الضغوطات التي مورست على دونغا لضمه إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي في مونديال 2010 إلا أن الأخير رفض ذلك ليتأجل خوض نيمار مباراته الدولية الأولى إلى ما بعد كأس العالم في جنوب إفريقيا، وذلك مع المدرب مانو مينيزيس. ومنذ ذلك الحين ثبت نيمار قدميه كلاعب أساسي في المنتخب الأول ليخوض 110 مباريات وليدون اسمه بأحرف من ذهب بعد أن نجح في تخطي أساطير الكرة البرازيلية واحداً تلو الآخر في عدد الأهداف الدولية، حتى وصل إلى 71 هدفاً بفارق 6 أهداف فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الجوهرة السوداء بيلي، علماً أنه سجل 6 أهداف في نهائيات كأس العالم. لكن وبالرغم من أهدافه الكثيرة فإن نيمار لم يسلم من الانتقادات الكثيرة، فأهدافه لم تحقق للبرازيل أكثر من لقب واحد وهو كأس القارات 2013 دون أن نستثني ذهبية الألعاب الأولمبية في ريو 2016، وذلك للمرة الأولى، إذ إن إصاباته حرمت منتخب سيليساو من جهوده في مناسبات عديدة.
شاءت الأقدار أن تتشابه المجموعة السابعة التي وقعت فيها البرازيل في المونديال الحالي مع تلك التي جاءت فيها قبل 4 سنوات في مونديال روسيا 2018، إذ ستتكرر المواجهة مع منتخبي صربيا وسويسرا، في حين سيكون منتخب الكاميرون موجوداً في ذات المجموعة مع راقصي السامبا للمرة الثالثة في تاريخ المونديال. ويستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة بمواجهة منتخب صربيا في ملعب لوسيل أكبر ملاعب البطولة، والذي يتسع ل80,000 متفرج، قبل أن يواجه منتخب سويسرا، وهو أحد 3 منتخبات واجهتها البرازيل أكثر من مرة في كأس العالم دون أن يتمكن من الخروج فائزاً، إلى جانب البرتغال والمجر، حيث انتهت المواجهتان السابقتان مع سويسرا إلى نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما عام 1950 وبهدف لهدف في عام 2018. أما آخر مباريات البرازيل في المجموعة فستكون أمام الكاميرون، والتي خسرت مرتين أمام ساحرة السامبا في مونديال 1994 بثلاثية روماريو وسانتوس وبيبيتو، وبأربعة أهداف لهدف في مونديال 2014، وسجل حينها النجم نيمار هدفين. ولن يكون مشوار منتخب البرازيل سهلاً نحو تحقيق النجمة السادسة، فالطريق خلال الأدوار الإقصائية سيكون مليئاً بالأشواك والمواجهات الصعبة مع منتخبات أوروبية لا تقل طموحاً ورغبة في الفوز بالبطولة.